الرحمن الرحيم. أشرف الدرسي مساعد مدرب المنتخب الوطني الليبي. نحن كملنا استعداداتنا لبطولة أفريقيا المقامة في مدينة العيون في المغرب. اليوم آخر تمرين لنا بإذن الله في ملعب المباراة. نحن جاهزين إن شاء الله، يعني نمثل بلادنا تمثيل كويس، ورب يوفقنا إن شاء الله للبطولة بإذن الله. والله كيف ما تعرف انت، المباراة الافتتاح ومع البلد المضيف صعبة شوية، صعبة على الفريقين مش علينا احنا، بس دارين جميع احتمالاتنا ومستعدين للمباراة بإذن الله بشكل جيد إن شاء الله. احنا منتخب ليبيا منتخب كبير، منتخب قوي على قارة افريقيا، ان شاء الله ربي يكون يعطينا الحظ ويعطينا النصيب ان شاء الله مباراة الغد، ان شاء الله ربي يوفق جميع المنتخبات، ونشكر مدينة المغرب على حسن الاستضافة وبارك الله فيك. شكرا. المنتخب الليبي زي ما تعرف غني عن تعريف هذه اللعبة، سبق وان فاز بكأس افريقيا 2019، جايين كده نأمنوا بحظوظنا للترشح اولا لكأس العالم كأحد الفرق الثلاثة، وان شاء الله عاقدين العزم ان نقدموا بطولة تليق بسمعة المنتخب الليبي في السابق، وبإذن الله الترشح لكأس العالم هذا مبتغانا ان شاء الله. لا، استعداداتنا على احسن ما يرام، معسكراتنا جيده جدا. طبعا نشكر الاتحاد الليبي لقدم دخل الصالات لتوفيق جميع سبل الراحه للمنتخب ان شاء الله. توقعاتكم كاداريين للمنتخب غدا؟ ان شاء الله توقعاتنا في البطوله حتكون مفاجاه للبطوله الافريقيه، ان شاء الله حنكون الفريق الاول باذن الله على البطوله ان شاء الله.